عليكم. الحمد لله انا اليوم مبسوطه مره مره مره. تدرون ليش؟ لاني اخذت درجات كامله في ماده الخياطه والاقتصاد المنزلي. صفقوني صفقوني صفقوني. والله مبسوطه مره مره مره. ها هاشم اخويا، وش تبين انت؟ وش تبين؟ بعدين وش عندك مبسوطه اليوم؟ مبسوطة لأني أخذت درجات كاملة في الاقتصاد. سلم علي سلم علي. أقول وخري وخري بس. أنا ماني فاضي لك الحين، الحين أباك تحلي لي الواجب حق الفيزياء بسرعة. هاشم ما يصير كذا، لازم أنت تحل واجباتك بنفسك علشان تذاكر وتركز في دروسك، صح ولا لا يا أطفال؟ صح ولا لا؟ صح؟ لا مالي صلاح فيك، تحلين الواجب الحين يعني تحلين الواجب الحين، تفهمين ولا لا؟ اي 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 ليش تضربني وانا اختك؟ ليش؟ ليش تضربني؟ حرام ما يصير. اسكتي ولا كلمة اقول لك، تحلين الواجب. طيب خلاص بس لا تنافخ، يوم الاختبار وش بتسوي؟ قل لي اجي احل لك اختبارك بعد. يوم الاختبار مالك صلاح فيه، انا بتصرف. أنا بتصرف، أنا بتصرف، حل الواجب يلا يلا. طيب خلاص جيب الواجب، جيب جيب جيب. يلا لا تأخرين. طيب طيب استغفر الله يا ربي استغفر الله. أحل الواجب أحل الواجب أحل الواجب. ولا أقول لك ها وش بعد؟ قومي حضري لي الغداء. يا هاشم يعني الحين أحضر لك الغداء ولا أحل لك الواجب؟ أوف يا ربي. مالي صلاح، حضرين الغداء يعني تحضرين الغداء وتحلين الواجب في نفس الوقت، فاهمه ولا لا؟ وش اسوي لك يعني؟ اجيب لك من رز الشعلان عشان اسوي لك غداء يعني مثلا؟ مالي صلاح، دبري نفسك دبري نفسك، ولا تصرف ولا ترفعين صوتك علي، فاهمه ولا لا؟ والله لا طقك. لا لا تطقني، مخر فكني يا ولد. بس بس يا ولد وخل عني فكني. ها ها بس 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 اقول لك خلاص بلا صوت. وانت كمان ايش المشاكل هذه؟ ها كل يوم ضاربه في البيت صح؟ لا والله العظيم يا ابوي، هو شوفه يضربني. خلاص خلاص لا اسمع صوتك. اس اس يبا، هي ما تحل لي الواجب وتاخذ مني فلوسي وما هي راضيه تسوي لي غدا. ها كذاب والله العظيم، كذاب قاعد احل الواجب من اول يبا. من جد الكلام يا بنت؟ والله العظيم لا، والله العظيم لا. انا كم مره اكلمك اهتمي في اخوك؟ انت متى تكبري تصيري عاقله؟ ايش تقول؟ ايه خليك ساكت. طيب طيب تعالي انت. أيوة قربي هنا اشوف. كم مره انا اكلمك يا ابوي؟ كم مره اقول لك اهتمي في البيت وصيري عاقله وصيري كبيره واهتمي في اخوك؟ والله العظيم يبا انه كذاب، اني احل الواجب. خلاص خلاص اس اس يبا يبا. نعم تعال تعال هنا. ايش تبغى؟ قاعد ابكي ترى. ما مشكله حبيبي، معليش لا تزعل يا ابوي، قرب يا حبيبي قرب. ايش تبغى ايش تبغى؟ الجوال اللي قلت لك ابي ايفون وينه؟ خلاص ابشر لا تشيل هم، اليوم العصر كلنا نروح واجيب لك الجوال، بس انت يعني صل على النبي وطول بالك خلاص يا ولدي. طيب وجهاز اللابتوب اللي قلت لك ابيه عشان المدرسه؟ ايوه كله هذا يا حبيبي يجيك، لا تشيل هم. خلاص يلا يلا انا بروح دحين، ابى اروح الصاله كده وانام اخذ غفوه، لا اسمع مضاربتكم. طيب فاهمين ولا لا؟ باقي باقي جهاز الواي فاي اشتراك مفتوح سنه، وينه؟ وش رايك افتح لك وجهك مره واحده بجمع؟ امزح معك. يلا بابا 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 اليوم اخذ درجات كامله في الاقتصاد المنزلي، ابغى بس شنطه خياطه. يلا يلا مبروك. خلاص بعدين بعدين، انا الحين ماني فاضي مشغول. يلا ابغى بس شنطه خياطه. خلاص يلا اسمعي ركزي في الشغل اللي ابغى احتاجه اخوك، فاهمه؟ لا تقصري معاه. يلا بس خياطه بس 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 بعدين. يلا انا مشغول. طيب اواني منزليه من قصر الاواني. أنا أنا امزح امزح. لا ما ما عندي امزح امزح خلاص. والله جدي 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 تكفى جدي، تعال تعال جدي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص يا بنتي. ايش هذا يا ولدي؟ ايش هذا يا سراج؟ ليش كده؟ تعال 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 يا سراج. اي 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 يابا شفاشم يابا. بس 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 تعال يا ولدي. ايش ها؟ انا كده علمتك
كذا علمتك تفرق بين عيالك وأنا. هذه عيني تشوف، هذه العين بتشوف. عيب عليك يا ولدي، كيف تفرق بين عيالك؟ قرب شوية، قرب، الله يحفظك. أنا كم مرة أكلمك لا تفرق بين عيالك، ها؟ وتتسبب بينهم مشاكل وكره، وكذا حيكرهوا نفسهم. فين الحكمة في التعامل؟ أبويا والله يا أخي أنا ما نعرفش أقول لك، بس إنه أنا ما فرقت، بس يعني والله بيني وبينك أخي أنا حب الولد وأميل للولد، بس كمان البنت هذه شغلتها يعني صراحة. بس بس الله اسمع، أعطيني 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 مفتاح، ها؟ مفتاح، أعطيني مفتاح من عندك. مفتاح إيش أبويا؟ تبغى مفتاح البيت؟ خذ خذ تفضل. لا ولا شيء، بس بحك إذني. نفسك. طيب ركز معايا، زي ما علمتك لا تقصر في عيالك، الله يرضى عليك، خليك حنون وشاطر زي ما ربيتك. هيا روح روح روح. هيا يابا يابا يابا. بس 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 التوية، الله يصلحكم يهديكم يا عيالي ويحفظكم لبعض. قربي هنا شوية، قربي انت. ما ابغى جنب هاشم، قرب اقول، ما ابغى جنب هاشم. خلاص خلاص اخر مرة. قرب قرب انت. خلاص يا عيالي، أباكم طولوا بالكم، وإنتوا حبايبي إن شاء الله، وأنا ما أفرق بينكم، وإذا أنا فرقت وغلط سامحوني، أنا زي الأب والأب بيغلط. خلاص يا حبايبي، خلاص يوبا، خلاص الله يحفظكم. يلا لا تنسى تحترم أختك. حاضر يوبا. يلا أنا راح أسلم على جدك وأمشي. سامحيني يا أبويا، سامحيني، سامحتك خلاص لوجه الله، ولا تعيدها مرة. يلا أبويا تبغى شيء؟ الله يرحم والدك. يلا مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة يا عيالي. الله والله يا ابو عمر استاهل، لاول مره انا اشوف الحكايه دي كده على الهواء، كنت احسبها يعني استاهل الحاجات اللي ما ادري ايش، لكن والله يهنيهم يعطيهم العافيه. مبدعين عبد العزيز القضيبي وسليم، يطلع يعطيهم العافيه، ما قصروا. الان خلونا ايضا نشوف تقرير صور الهاشتاج، الحقيقه شاركوا بتصاميم جميله للمشاهدين الكرام. نطلع التقرير ثم نرجع لكم. أول في الملا جب البخور مع الحلا، في معسى قالت يا هلا، اجلس معاها يا الغلا، معونها خير امتلا. كلكلة 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 هو كل الوناسة والمرح، أطياف ألوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح. قيلة أول في الملا جب البخور مع الحلا، في معسى قالت يا هلا، اجلس معاها يا الغلا، معونها خير امتلا. كلكلة 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 الوناسة والمرح، أطياف ألوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح. قيلة أول في الملا جب البخور مع الحلا، في معسى قالت يا هلا، اجلس معاها يا الغلا، معونها خير امتلا. كلكلة 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 الوناسة والمرح، أطياف ألوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح. قيلة أول في الملا جب البخور مع الحلا، في معسى قالت يا هلا، اجلس معاها يا الغلا، معونها خير امتلا. كلكلة 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 كل الله. طيب نعود مرة أخرى بنشوف محمد الفرنتي، عندك قصيدة؟ كلمات بسيطة. عندنا مشهد هنا. طيب بس نشوف. أنا وعلهمش بعدين. ما خلص يا. شو بضاو؟ صراحة الأهل يستحقون كل الخير. والحملة صراحة رائعة، تحت إني كتبت حاجة بسيطة، إن شاء الله تنال إعجابكم، ويستحقون أكثر والله. بالحنا على الطاير. الله جميل، بس مش عيبها شيء واحد. أسرتي هي جنتي هي دنيتي، مهما حيت أمي هي الدنيا ترى، والشمس لا الدنيا أبو